متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم الى البودكاست اليومي من موقع لبنان الكبير. كتبت روان بودرغم في مقالتها بعنوان جهود الثنائي للتأليف فقدت الطاقة، تقول: لن تتألف حكومة في لبنان طالما في سدة الرئاسة رئيس سدع توقيعه في جيب صهره ويرهن استقرار البلاد بمصلحة تياره السياسي ورئيسه. فوفق معلومات خاصة بموقع لبنان الكبير، بقي الثنائي الشيعي يضغط باتجاه حلحلة العقد الحكومية حتى ليل الاثنين الثلاثاء، ودخل حزب الله على خط المفاوضات الحكومية المباشرة، فترك المعاون السياسي للسيد حسن نصر الله الحاج حسن خليل باتجاه الرئيس المكلف نجيب ميقاتي، في حين أن مسؤول الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا تحرك باتجاه رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل. غير أن نتيجة المسعى الأخير اختصرته مصادر الثنائي الشيعي بأن لا حكومة في الأيام المتبقية من العهد، وبأن مسعى الحزب سقط ضحية تسجيل النقاط بين ميقاتي وباسيل. وكتبت لينا دوغان في مقالتها بعنوان 13 تشرين، تقول: هي جلسة التي سبقتها حددها رئيس المجلس النيابي نبيه بري لانتخاب رئيس الجمهورية، وطبعا كانت نتائجها محسومة وليست أفضل لجهة البدء باختيار رئيس، بل إن مسارها لم يكتب له النجاح أيضا بعد قرار تكتل لبنان القوي بمقاطعتها احتجاجا على تحديد الموعد في 13 تشرين الأول. وعلى الرغم من اعتراض العونيين الذين اعتبروا اختيار رئيس بري لهذا التاريخ غير مقبول، فإن رئيس المجلس لم يعدله قائلا إنه يلتزم بالأعياد الرسمية فقط، و13 تشرين ليس عيدا رسميا. أما آية المصري فكتبت في مقالتها بعنوان يوم اغتيل سر الرفيق ووسام الأمن، تقول: رجل المهمات الصعبة سر الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ركن كبير من أركان الاستقرار الأمني والسياسي في لبنان، الصادق المحب والمخلص لعائلة الحريري. كل هذه العبارات لوصف وسام قوى الأمن الداخلي ووسام مدير مكتب الرئيس الشهيد اللواء الشهيد وسام الحسن. 19 تشرين الأول 2012، اليوم المشؤوم الذي عاشه اللبنانيون عموماً وآل الحريري خصوصاً، يوم اغتيال أكثر الشخصيات التي شهدها لبنان حنكة وذكاءً، اهتزازات أمنية واجتماعية وروحية عاشها كل لبناني شريف. فرئيس شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي الذي كشف الخلايا الإرهابية ومخططات التفجير وخلايا التجسس الإسرائيلي اغتيل بعملية وحشية نفذت على يد جماعة لا تعرف الدين ولا تعترف بدولتنا ولا تخاف الله. لمتابعة مقالاتنا كاملة وكل مقالات كتابنا، تابعونا على الموقع الإلكتروني grandalbi.com وعلى كل منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي.